السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دو جنات. معكم خديجه اللي ان شاء الله بتشارك معكم واحد المائده اللي هي جد جد بسيطه ورخيصه في نفس الوقت وكذلك صحيه. قدمت بها اطباق متنوعه، نتمنى تاخذوا فكره منها. الهدف من الفيديو هو افكار لمبتدئات باش تصوبوا مائده غداء، واللي كانت عبارة عن وجبة السمك، يعني تحدي أنني قلت لكم أقل من 30 درهم. بالنسبة للطبق الأول، الطبق الأول حضرت فيه السردين اللي أنا ديجا حضرته معكم في القناة ولقى نجاح كبير، وهذا سمك الراية، يعني خديت راية من وزن كيلوغرام ودرت لها الشرموله العاديه ديال السمك او التتبيله، ومن بعد دوزتها في دقيق القمح وغادي نطيبها حتى هي في الفران. يعني ما كاينش القلي، ما كاينش الزيوت، يعني مائده صحيه بامتياز ولذيذه في نفس الوقت. اذا كنبقى ندوز الحوت ديالي في هذا الشرموله، يعني ديجا مشرمل، دوزته في الدقيق دقيق القمح عفوا، ودهنت الإناء اللي غادي يدخل الفرن دهنته بالقليل من زيت الزيتون، وحطيت السمك ديالي ورشيته كذلك من الفوق بقليل من الزيت، وطبعا غادي ندخله الفرن. صدقوني الطعم ديالو كيجي لذيذ جدا، خصوصا الى شرمته السمك وخليته واحد الوقت باش يتشرب هذيك التتبيله. بالنسبه للسردين انا ما صورتوش معكم لانني قلت لكم ديجا حطيته في القناه اللي فيه الحشوه ديال البطاطا والبصل، وغير هذه المره ما دوزتوش في لاشابلور او الدقيق، وفرشت له البصل من تحت. ما كيجيش ناشف وكيجي زوين. دابا غادي ندوزو الاطباق المرافقه. دابا عندي هنا الدنجال او الباذنجان اللي شويته على هذا الشكل، هذا غادي نحيد له القشر ديالو، وكذلك الفلافل اللي حتى هي شويتها، يعني حتى حاجه مقليتها في الزيت شويتها. وغادي كما غادي نقيهم غادي نقطعو طريفات صغار. بالنسبه للدنجال غادي نضيف ليه القليل من المعدنوس والثوم والقليل من الكمون والملح، وبطبيعة الحال زيت الزيتون. اذا هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو لهاد الباذنجان هذا. من بعد غنديرو فوق واحد المقلاة وغادي نخليه باش يتشرب ليا هذيك الشرمولة ديالو وتحمر لينا شويه هذاك التوم. ومن بعد واحد وسطة واحد الفرشيط او الشوكة غادي نبجغو هذاك معسو هذاك الدنجل ديالنا باش يجي على هذا الشكل هذا. ايوا ديجا طايب. ودابا غادي نضيف القليل من الحامض او الليمون الحامض، او الى عندكم هذا، يعني حتى هذا راه مركز الليمون. من بعد غادي ندوز باش نحضر الصلصه ديال الطماطم، وهذه الشكل كيفاش كنصوبها انايا، يعني واحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وسريعه وكتجي بحال ديال المطاعم. كما تشوفوا عندي هنا المطيشه او الطماطم بالقشور ديالها، كنغسلوها مزيان بالقليل من الخل، وعندي هنا فصوص من الثوم، وعندي هنا القزبر والمعدنوس وكندير كل شيء في الخلاط وكندير له التوابل ديالو. وهذا الشكل ديالها من بعد ما طحنتها، كنضيف لها واحد الملعقه صغيره ديال الطماطم المركزه، وكنضيف زيت الزيتون وكنديرها طيب. بالنسبه للسلطه حتى هي سلطه اللي هي بسيطه جدا، خديت كاع الخضر اللي عندي متوفره، يعني هنا عندي الباربا كما كتشوفوا والجزر، قليل من الذره، بصله مطيشه، يعني سلطه المغربيه التقليديه، وحضرتها بهذا الشكل هذا.
بالنسبة للطبق ديال الفلفلة ومطيشة، يعني أنا كنفضل نحطهم بهذه الطريقة هذه. أنا ديجا شاركت معكم على الصفحة ديالي ديال الفيسبوك. كنقطع الفلافل غير بيديه، ما تنقطعهاش بالسكين، وتنحطها هكا في الجوانب، كتعطي واحد المنظر اللي هو جميل. يعني كيبقاو دائما افكار باش تستافدوا منها وباش تغيروا من المواعيد ديالكم. يعني دي طريقة زمان حنا كنا كنحطو هكا دايما هاد الصلصة هادي، وكتجي لذيذة بهاد الشكل اللي جربته أنا بها. وهذا الطبق ديالي ديال البنجال أو الباذنجان المشوي، كنزينو بالقليل من زيت الزيتون. كنقدموه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للديسير، الديسير درت واحد الديسير حتى هو بسيط جدا، يعني في حاله ما كتبقاش لكم الفواكه في الدار، هذه طريقه زوينه واقتصاديه. يعني خديت رمانه وحده وفرتتها على هذا الشكل هذا، وعمرت الكويسات ديالي. يعني طريقه اللي باغي يقتصد في الفواكه او لما كتكونش متوفره عنده يمكن له يدير هذه الطريقه هذه. وكنفضل انها الطريقه هذه لان كيتكال، يعني ما كيتحط الديسير مجموع بزاف ما تياكلوش، يعني كياكل حبه وحده، يعني يقدر الا كان حبه ديال الخوخ او رمانه صافي ما كيقدرش يزيد. وكان عندي هنا القليل من الخوخ اللي قطعته طريفات صغار وفرقته حتى هو. يمكن لكم تزيدوا الموز الا كان عندكم، او البنان، يعني اي حاجه متوفره عندكم. يعني من القليل نديرو كثير، يعني دائما كنمشيو فهاد الجانب ديال الاقتصاد. وكنزين بياغورت طبيعي وضفت القليل من حبات ديال الرمان. وهذا الشكل ديال الديسير ديالي او التحليه ديالي كما كتشوفوا، لذيذه ومنعشه. وهذا السمك بعد ما خرجته من الفران، يعني ما كيتحرق ما والو، يعني كيطيب وكيجي لذيذ بزاف. وهذا الشكل النهائي ديال المائده ديالي اللي قلت لكم رخيصه. يعني هذا كان تحدي انني ندير لكم واحد المائده اللي هي رخيصه في المتناول وفي نفس الوقت متنوعه. بطبيعه الحال الخبز ديال الدار يعني ما كنستغناش عليه هنايا. وهذه السلطه ديالي غنضيف لها قليل من الفينيغريت من بعد، يعني كنحاول يعني بحاجه قليله نديرو حاجه زوينه ونشكلوها، يعني عارف المنظر ديالها في الطبله كتشهي بانك تاكلها وهي ما مبقيوماش بشي حاجه اللي هي كثيره. نتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا من هذا الفيديو هذه. كما العاده خليونا التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، بارطاجيو لتعم الفائده. والى فيديو قادم بحول الله.